السلام عليكم. توقفت لكم في هذا جهاز القياس درجة حرارة علبة السرعة، أو لكي تعرفون رمزه يأتي مثل حرارة المحرك، لكن فيه مسننين لاصقين في بعضهم، فوقهم قطرة زيت وفيهم هذه درجة الحرارة. إن شاء الله راه يبان بوضوح فيها مسننين. يوجد تقريبا في الشاحنات فيهم هذا اللي فيهم علبة أوتوماتيكية، علبة أوتوماتيكية. أتمم لكم هنا نظام ASR، هو نظام سيطرة على الانزلاق. من هذا الدليل التشغيل إن شاء الله راني أستفيد أنا وأنتم تستفيدون كذلك. هذا النظام السيطرة على الانزلاق، ذلك على جانب واحد يقوم نظام سيطرة على الانزلاق بمنع دوران العجلات الدافعة بشكل خارج عن السيطرة أثناء بدء السير وأثناء التسارع، وكذلك دوران وارتباط بظروف الطريق. عندما تدور العجلة الدافعة على جانب واحد أو على كل الجانبين بشكل خارج عن السيطرة، فإن يتم تشغيل نظام ASR أوتوماتيكي. هذا عندما تكون ضغط عليه على جانب واحد بشكل خارجي عن السيطرة، وعندئذ خارج عن السيطرة يقوم نظام ASR بفرملة أوتوماتيكيا. على كل جانبين بشكل خارج عن السيطرة، عندئذ يقوم نظام ASR بخفض قدرة المحرك أوتوماتيكيا. عندما يتحكم بنظام ASR يمضي مصباح الكنترول، هذا فيه مثلث وخطر وعلام استفهام في مجموعة أجهزة القياس والبيانات، لا يمكنك تفعيل نظام السرعة تومبومتر هذيك تاع ضبط السرعة. وإذا كانت منظم سرعات مشغلا بالفعل فإنه يظل فعالا كما هو. لا يمكنك بواسطة نظام السرعات تومبومتر تسريع أو تخفيض السرعة. قال لك إذا كنت دير هذه ASR تاع نظام سيطرة على الانزلاق لا تستطيع أن تعمل بهذا تاع نظام السرعة. أدير المفتاح يقوم بوضع القيادي، يضيء مصباح كنترول، أنا أوريك كيف تعمل به برك. إيقاف، قال لك قم بقيادة شاحنة بدون نظام ASR مثلا عندما تسير على أراضي رخوة أو عندما تستخدم سلاسل الثلج. هذا عندما تكون في هذه المواضيع قال لك لازم ما تديرهمش هذا النظام. إن نظام ASR لا ينفع، لا يعفيك من مسؤولية القيادة بطريقة تتناسب مع الظروف المرورية وأحوال الطقس، ولا يمكن هذا النظام إلغاء تأثير قانون الطبيعة. معناتها إذا كنت أنت تدور في منعرج خطير وسرعة فائقة ما تتكلش عليه. هذه هي. وما الأنظمة تساعدك؟ لا، ليست تساعدك 100%. هنا قال لك في حالة ظهور مشاكل متعلقة بالجر أثناء عملية القيادة باستخدام سلاسل أو عن السير في طريق رخوة مثلا طريق مغطى بالحصى، قم بإيقاف النظام ASR. هذه الحواج تستعملش في هذا النظام، هذا تاع كاتك، هذا النظام تاع الحصى ودي لا تستعمل في هذه ASR. ويوريك هنا كيف تشغله، تضغط عليه من الفوق يشعل ضوء، وعندما تريد أن تنزعه تضغط عليه من الأسفل فقط. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راكم تستفيدون من المواضيع. أنا يعني أعرف المتتبعين ممكن يملون من هذه الفيديوهات، بصح على بالي كاين الناس يستفيدون منهم إن شاء الله، على بالي يستفيدون منهم كثير. أنا هذه الأنظمة لم أعمل بها وليس لدي لها أي خلفية، راني أقرأ وفي نفس الوقت استفيد معكم. ممكن أكون أخطأ في تعبير أو مهم، راكم عارفين إنسان يعد عامل بشيء وإنسان يولي يقرأ، خش ممكن أنا أقرأ وفي نفس الوقت لم أفهمه. المهم إن شاء الله تستفيدوا. السلام عليكم ورحمة الله.